بداية إذن أحيا الشاب يزيد حفلا فنيا موجها للأطفال بحديقة التجارب الحامة بالعاصمة. الحفل يندرج في إطار جولة فنية ترفيهية تثقيفية عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك نزولا عند رغبة الأطفال وأوليائهم الذين طالبوا يزيد بتنظيم هكذا مبادرات من شأنها أن تساهم في ضمان تنشئة الثقافة التربوية الفكرية السليمة للأجيال القادمة. ميكروفون صباح محمد وطارق مغنم. بزاف المدن لاموا عمو يزيد، قالوا له علاش ما جيش لعندنا؟ من خلال هذه الجولة نحاولوا ولو نفيو بالوعد ولو بقسط صغير. زرنا مدن وين كانت الحفلات من أروع ما يكون، رياض الفاتح، مدينة الحمادية في برج بوعريريج، مدينة القليعة، مدينة تلمسان، ورانا في الحمام محطة أخرى، وباقي لنا مدينة توغرت، مدينة الواد، مدينة تيسمسيلت، مدينة العمرية، مدينة العلمة كذلك، ومدينة سور الغزلان كذلك. حنا حبينا يكون من خلال هذه الحفلات يكون فيه دائما رسائل تربوية ولكن في قالب ترفيهي. هو البرامج خاصة البرامج التربوية والموجهة للمجتمع عندها مسؤولية كبيرة في تربية النشء وفي توجيه المجتمع كذلك، لذا لازمها تكون دائما لازم الإنسان تكون مدروسة. جينا لهنا الجاردن دي سي باش نشوفوا عمو يزيد وإن شاء الله يفرح الدراري ويدير حاجة مليحة. اليوم ما قرينا فصل تاني كامل العطلة، جينا هنا لحديقة التجارب تاع الحمام باش نشوفوا عمو يزيد وإن شاء الله نستمتعوا ونقضوا وقت ممتع. جيت بك باش نشوف عمو يزيد باسكو نحبه بزاف والأغنى نتاعو كامل يعجبوني. جيت هنا لعمو يزيد باش نواسي العطلة ونريح شوية خاطش جبت معدل مليح وفرحت والديا باش جابوني هنايا.